ألا يسأل عن الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات؟ هذا حرام، الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة أو في غيرها حرام، لا سيما إذا كانت النساء غير متسترات، هذا فيه فتنة وفيه شر، والدراسة التي بهذه الطريقة لا تجوز لأنها تجر إلى الفتنة وإلى الشر، فعليه أن يلتمس الدراسة في مكان خال من هذا المحذور. هو يدرس يستفيد من ناحية وهي الدراسة، لكنه يتضرر من ناحية أخرى وهي الاختلاط. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعليه أن يتقي الله وأن يتجنب الدراسة المختلطة ويلتمس دراسة غير مختلطة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.